مساء الخير. اليوم راح نعمل أوينون، يعني عيش بيتي على الطريقة الأوزبكية البخارية، وكمان قوشليك نونلر تيار قلمز، يعني راح نجهز عيش باللحم برضو على الطريقة الأوزبكية، مزن لك أصون، يعني سهلة ولذيذة. خلينا نشوف مع بعض طريقة وصفتنا لليوم. وراح استخدم لليوم خبازة هوم إليك الكهربائية، آلة خبز كهربائية متعددة الاستخدام لكل أنواع الخبز، البيتزا، الفطاير. أحلى حاجة وأهم ميزة، مزودة بمؤقت تقدري تتحكمي في درجة الحرارة، وكمان سطح غير قابل للالتصاق، بالإضافة إلى نافذة زجاجية تقدر تتابعي وتشوفي الفطاير كيف شكلها صار من هذه النافذة، في نافذة تانية من الجنب الثاني، وهي 1200 واط، 220 فولت، وأحلى حاجة عليها ضمان 3 سنوات. عندي هنا كيلو دقيق حطيته في وعاء العجانة، عندي 600 ملي موية دافية، أصبعين زبدة يعني 200 جرام زبدة دوبتها سيحتها في على النار، ملعقة كبيرة ملح، ملعقتين كبيرة سكر، ملعقة كبيرة خميرة. راح أضيف السكر للموية الدافية، وأضيف الملح، وأذوبهم. عندي هنا الدقيق حطيته في وعاء العجانة في النص كده، حضيف الموية اللي ذوبت فيها السكر والملح، وحضيف الخميرة، وضيف بعدها الزبدة. وراح أعجن كل المكونات سوا. كده عجينتنا خلاص صارت جاهزة، هغطيها وأتركها تتخمر ساعة ونص. بعد مرور ساعة ونص العجينة ما شاء الله اتخمرت، ههبطها وأقسمها. هذه العجينة عندي راح أقسمها، شوفوا قسمت العجين بدي الطريقة لكور متساوية، وراح أتركها في التبسي كده ترتاح لمدة 10 دقائق، على باله أكون جهزت حشوة اللحم. لحشوة اللحم عندي هنا لحمة مفرومة، وتقدري تستخدمي لحمة هبرة تقطعيها لقطع صغيرة بالسكين، وممكن زي كده لحمة مفرومة، فيصير عندي هنا لحمة مفرومة وبصل مقطع لشرايح بدي الطريقة. تمام، حنتبلها بإيش؟ حنتبلها بالملح والفلفل الأسود. كده الحشوة صارت جاهزة. هذه العجينة كده شكلها، بقطعة موس زي كده راح أشرحها وأعمل لها شوية حركات من الأطراف دي الطريقة. بعد ما شربتها زي كده راح أضغط من النص وأعمل حفرة. زي كده، وبأداة لخرم الخبز زي كده، أو بشوكة ممكن تستخدم الشوكة تعملي أخرام في النص. هكرر نفس الشيء على كل قطع العجين اللي كورتها، ومن النص نضغطها زي كده.
هنا عندي خليط بيض وحليب وشوية ملح، أدهن بيه الوش بهذه الطريقة. بسم الله، حشغل الخبازة. شغلت الخبازة على درجة حرارة 180 إلى 200 وراح أكفل عليها زي كده. ما شاء الله تبارك الله، الأوينون صار جاهز. هنا عندي العجينة راح أفردها عشان أعمل قوشنون اللي هو العيش باللحم. هحط شوية سمنة، قلبتها على الوش الثاني ودهنت برضو سمنة وراح أفرد سمنة أو زبدة زي ما تحبي. أفرديها، أضيفي شوية من اللحمة والبصل بهذه الطريقة. فردت اللحمة والبصل بهذه الطريقة، راح أقص العجينة بالقصاصة أو بالسكين زي كده. وآخذ هذه القطعة وألفها رول. بدي الطريقة وأحطها فوق هذه وأرجع ألفها. بدي الطريقة وأقفل من هنا وهنا وأرجع أحطها هنا وألفها بهذه الطريقة. شايفين؟ أقفلها مرة تمام من هنا وأقفلها مرة تمام من هنا، وبعدين أجيبها بالطول وأضغطها زي كده. أخليها ترتاح وأسوي الحبات الثانية. هذه العجينة هنعمل واحدة ثانية باللحمة، أفردها شوية زي كده وأحط شوية سمنة أو زيت أو زبدة، أنا استخدمت الزبدة بهذه الطريقة. أقلبها على الوش الثاني وأرجع أضيف من الزيت أو السمنة أو الزبدة. حفردها، حجيب من حشوة اللحم والبصل وأوزع على شكل خفيف زي كده، تقريبا لنص العجينة أو نقول ثلاثة أرباعها زي كده. نقص العجينة بهذه الطريقة. نلف أول قسم رول زي كده، تمام. حاول يقفل الأطراف عشان لا تخرج الحشوة. زي كده. هقفل من ذا الطرف وهقفل من ذا الطرف، لميها زي كده. اتقفلت، جيبيها بالطول واضغطيها. هذه كده صارت جاهزة، بس هخليها ترتاح لمدة 10 دقائق. شوفوا وانا قاعدة اعمل العيش باللحم، هنا
النون السادة اللي من دون لحم قاعد يتخبز. شوفوا هذه آخر 3 حبات من دون لحم اتخبزت، راح أشيلها. خليني أوريكم شكلها، شوفوا شكلها ما شاء الله. أوبس، تفتح النفس. نكمل. نلف الجزء الأول رول. الجزء الثاني. الطريقة. والجزء الثالث. أقفل من الأطراف. وبعدين نضغطها ونتركها ترتاح 10 دقائق. هاخد اول واحدة من العيش باللحم او قوش نون، وراح ابدأ افرده بدي الطريقة. وبمدق الخبز او مدق التميس، او تقدروا تسموه مسمار، وممكن تعملوا شوكة بالشوكة عادي، تعملوا حركات زي كده. تتخبز في الخبازة وحتصير جاهزة. ميزة الخبازة هذه تعطيكي النون والمخبوزات والفطاير كأنها اتخبزت في التنور بالضبط. وأحلى حاجة معيار هذا، شوفوا خليني أوضح لكم، هو مقياس درجة الحرارة، المعيار تقدري تتحكمي في المعيار. دحين هذه عشانها باللحمة حخفض مستوى درجة الحرارة لمية أو 120، حيكون مرة على الواطي يعني أوطى درجة حرارة تقريبا. هذه 4 حبات سويتها باللحمة، راح أدهنها بخليط البيض والحليب بدي الطريقة. وأزينها بالسمسم والحبة السوداء برضو في النص زي كده. وأقفل عليها الخبازة. أحلى خبازة ممكن تجربوها خبازة هوم إليك من قصر الأواني، فنانة. يطلع لك الخبز زي كأنه تخبز في التنور تماما، خبز، فطاير، مناقيش، تميس، إلا تحبي أي نوع مخبوزات مالك إلا هوم إليك. خبازة هوم إليك كل أنواع خبازاتهم ممتازة. طبعا شوفوا على بال تستوي إلا باللحمة. هنا خلاص استوت السادة، النون السادة استوى. ترى حقيقي مرة لذيذ، مرة مرة حتدعولي. شايفين مرة شكلها جميل ولذيذ، ايش رايكم؟ هرجع اغطيه الين يستوي الا باللحم. شوفوا هذا النون السادة، انا خبزته على درجة حرارة نصه، خبزته على درجة حرارة 180 ل200، ونصه خبزته من 160 ل180، تمام؟ على دي الدرجتين زبطت.
الاثنين، بس انه لما رفعت درجة الحرارة اتجمرت علي زيادة، ولما رخيت ل160 قدرت اخفف من درجة التجمير. يعني شوفوا، خليني افهمكم، شوفوا هذه اتجمرت زيادة، هذه خبستها على درجة حرارة 180 ل200، هذه افتح شوية، يمكن شايفين افتح ليه، افتح من دي، شايفين الفرق، عشان خبستها على درجة حرارة 160، خفضت الدرجة شوية، تمام. فالنون السادة تقدروا تخبزوها من 160 ل200، فاهمين، من 180 ل200 اعطاني ده، ومن 160 ل180 اعطاني ده. يعني انا احطها على 180 بعدين اخفض درجة الحرارة شوية ل160، فعادي اختاروا اي درجة حرارة من 160 ل200، شوفوا كلها تزبط، بس يمكن التجميرة بس الفرق، تمام. اما النون اللي باللحم اللي هو جوش نون، لازم يكون على درجة حرارة منخفضة عندكم من 120 ل140. يعني انا حطيتها في البداية 140، بعدين خفضت درجة الحرارة ل120 في النص بينهم، وخلاص تستني تستوي على مهلها، عشانها باللحمة يبالها درجة حرارة منخفضة. شايفين شكلها ما شاء الله، خليته على 140. أحلى حاجة وأحلى ميزة لخبازات هوم إلك معيار درجة الحرارة، هذا فنان فنان. شوفوا عندكم درجة الحرارة من 100 إلى 240، مرة ممتاز، تختار درجة الحرارة المناسبة. فنان فنان، كل خبازات هوم إلك كده ممتازة وليها معيار درجة حرارة. أنا اخترت هذه أكبر قياس، لون أبيض، مرة حلوة وفنانة، تعطيكي نتائج مبهرة في الخبز، كأنك خبزتي في التنور، خطير خطير مرة. طبعا متوفرة الخبازة في المعارض، في التطبيق، في موقعهم، موقع قصر الأواني في جوجل، فلا تفوتوا خبازة هوم إلك. هو صحيح إعلان، بس صراحة من يعني من الإعلانات اللي كده أكن لها الولاء، لأنه صراحة أنا من قبل إعلاني مع قصر الأواني زي ما كلكم عارفين، أنا بأشتري أجهزتهم ومعجبة بأجهزتهم، فكده في ولاء لقصر الأواني ولأجهزة هوم إلك. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، إلا باللحمة صارت جاهزة، شايفين الجمال، شوفوا 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 تبارك الرحمن، شوفوا 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 تبارك الرحمن، ما شاء الله ريحتها تاخذ العقل، حقيقي ضروري تجربوها. دحين اوريكم من الداخل كيف شكلها، ما شاء الله تبارك الله، الخبز المنزلي بالطريقة الأوزبكية البخارية صار جاهز، مرة يجنن، أنا متأكدة راح يعجبكم، مرة 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 لذيذ. أنا عن نفسي أعشق النوع ده من العيش، عارفين طعمه كده أشبه بالتميس، ولا باللحمة كده، تخيلوه تميس باللحم، ترى ياخذ العقل، الجوشنون والأوينون مرة يجنن. في نوع أو عرق من أعراق البخارية يسموه توكاش نون، توكاش نون يعني الخبز الصغير المدور، فلي كده مسمى توكاش نون، توكاش أو توكاش نون بالقشقري أو الأويغور، وأوينون غوشنون، هذا غوشنون يعني عيش باللحم، وأوينون يعني خبز منزلي. عموما هو في الأخير اسمه نون، كله نون، وضروري تجربوه وراح يعجبكم أنا متأكدة، وأبغى أشوف حماسكم وتعليقاتكم، ضروري بعد ما تجربوه قولوا لي رأيكم، هذا الشيء مرة يسعدني،
وبالعافية عليكم، وتسلم يدي وتسلم أياديكم اللي راح تطبق وتسعدني، وبالعافية عليكم مقدماً. مرة 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 لذيذ، شايفين اللحم مستوي، وما هو اللحم اللي معبية العيش، لا شايفين او النون السادة اي نون كيف من الداخل، بسم الله ما شاء الله، شايفين الجمال، شوفوا 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 قطنة قطنة، النتيجة تجنن تجنن.